يعني انت الان اذا فرض رحت بغداد، ها رحت لندن، رحت الى الهند، الهند معظمهم مشركين بعد عباد البقر، هنا اخو مسجد الحرام ماكو، مسجد الحرام بس بمكة. زين رحت للهند واردت ان تتغدى، اي مطعم تقدر تدخل بيه تتغدى؟ ليش؟ اذا قالوا لك ليش ما تتغدى، خطا هذا مطعم خش ما تروشهم فلفل ما شاء الله مال الهنود، ليش ما تاكل؟ اتقرا هاي الايه، اقرا للصدر هاي الايه، انما المشركون نجس. زين اذا فالمشرك اجا وسلم عليك ومد ايدك يريد يصافحك، انت تصافحه ولا؟ يقول لك العلماء اذا ايدك مبدله ماكو مانع تصافحه، اذا مره لا تصافحه، مره اذا مسلمه او مشركه ما يجوز للرجل الاجنبي يصافح المراه، لكن اذا رجل، رجل اذا ايدك يابسه هو هم ايده يابسه صافحه ماكو مانع، ولكن اذا هو ايده يابسه هو ايده يابسه انت ايدك مبلله، او بالعكس اذا صافحته وراها شيخ تغسل ايدك، لازم تغسل ايدك. زين